اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده الاكل الصحي، ويومنا النهارده مع الاكل الصحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ودايما نقول الوقايه خير من العلاج. النهارده حبيت اعمل اكله دسمه زي التندوري، كلنا عارفينه بيتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه، يتعمل بالسمك، له تفاصيل كتيره قوي، لان بيرجع اصول الاكله للمطبخ الهندي. بتعمل بالزبادي، بتشكيله من التوابل، المساله، المساله دي على فكره مش نوع شجره ولا نوع توابل، هي تركيبه توابل في بعضها فاخدت لقب المساله. زي التوابل المشكله عندنا يقول لك 7 بهارات عشان نبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي. فانا حابب اعملها النهارده بطريقه صحيه، ونشوف هنعملها ازاي. نشيل جلده الفرخه والدهون اللي موجوده فيها، ونتبلها بزبادي قليل الدسامه، يعني موجود في اي سوبر ماركت مع التوابل بتاعتنا، اعتقد كده بنسبه تقريبا 60-70% هي صحيه. معانا طبعا عدل التندوري رز بسمتي هيتعمل بالزعفران، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، لان الرز والبطاطس دايما متهمين وفي قفص الاتهام بان هم بيزودوا الوزن. على فكره الرز ممكن اسلقه بعد ما استوى، اصفي ميته واخد احط له التوابل، وكده اتخلصت من النشويات بتاعته اللي ممكن تزود الوزن. ولكن العصير بتاعي النهارده بهديه لطلبه الثانويه العامه اللي ربنا يوفقهم طبعا، الناجح يرفع ايده ويشرب من عصير الشيف المغازي اللي هو عصير البسكويت بالشوكولا مع العسل والزبادي، ويجعل ايامكم كلها عسل يا رب، والايام اللي جايه باذن الله. هنعمله النهارده بطريقه صحيه، ونشوف ازاي نقدمه لاطفالنا الحلوين وبالف هنا وشفا. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، والتندوري له تفاصيله عشان يطلع بالشكل الاصيل. فهنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل عمل التندوري اللي ممكن ناكله بعض المطاعم، ندفع في نص فرخه مبلغ وقدره، وفي الاخر ممكن تعجبنا او ما تعجبناش. فانا هعلمك تعمليه ازاي لو عندك فرخه سليمه وعندك تشكيله من التوابل، المقادير على الشاشه ومعانا زبادي، وازاي كمان نعمله بطريقه صحيه. يعني في ايدينا ان احنا نبدا ان احنا نفحص مكونات الاكله، ونشوف ايه الحاجات اللي بتؤدي لدسامه، فيها دسامه نخلص منها بشياكه. زي الزبادي بنشتريه طبعا يكون الدسامه بتاعته قليله، وده موجود في اي سوبر ماركت. الفرخه بتاعتنا سليمه، ومعانا البصل والثوم ده اساسي، والتوابل بتاعتنا حبهان وجنزبيل بودر او طازه، وقرنفل وملح وفلفل. تعالوا مع بعض نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، والاساس طبعا الجنزبيل يا اما طازه يا اما بودر. اهم حاجه في البدايه خالص ان انا هاخد الفرخه دي طبعا اخليها، مش اخليها من العض، لا انا عايزها بشكلها كده، بس اشيل الجلده من عليها واقدمها بطريقه ايه تستوي بسرعه. حلوه قوي. وبعدين نعمل تتبيله التندوري مع بعض، الاساسي فيها الزبادي. وتليفوناتنا على الشاشه لحضراتكم للتواصل، واللي حابب يسال سؤال احط ايدي على السؤال اجاوب على طول. ادي الفرخه بتاعتنا الحلوه، تعالي يا عروسه. الوزن حسب عدد افراد الاسره، ممكن يكون وزنها 2 كيلو، كيلو ونص، مفيش مشكله بالشكل ده كده. اول حاجه هشيل السلسله، انا مش عايزها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسكينه حاميه كده. وشوف انا هاخد السلسله دي راح بقى فين دلوقتي. عندي حله ميه بتغلي على النار الطبيعي، بحطها علشان اخد الشوربه بتاعتها، لان عندي كمان شويه رز عايز اعملهم اهي، باخدها زي ما هي كده. دي حله على النار اللي هو البوكيه جرنيه، يعني تبقى فيها ميه، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توم، استفيد بالفليفر بتاع الميه دي علشان اعمل الرز البسماتي بتاعي، هي دي الفكره. وهاخد برضو من الجوس بتاع الفراخ ده كده اعمل البصلايه المقرمشه اللي هقدمها مع التندوري. فاذا الحله دي هتضرب عصفورين بحجر، لازم تكون عندك على النار بالشكل ده كده. وناخد بصلايه نحطها فيها كده، شفت الفراخ اهوت، بشيل كده الجلده بتاعتها. ادي اول حاجه انا بفكر فيها، عايزه تعملي فراخ بطريقه صحيه، واجي على الصدر ده كده طبيعي، اخده كده 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 واخده كده كمان واحطها هنا. نيجي على الورقه واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. هتقولي لي ما عملتهاش، انا حابب اعملها معاك علشان بصراحه يعني، واتكلم بكل صراحه، تعملي ده في البيت، ما تخليش الراجل الفرارجي هو اللي يعملها لك، بايدك الحلوه كده يا ست الكل تعمليها.
نخلص من دي كده وناخد الورك ده كده. انا بحب الورك ده كده اهو. انا بعمل تندوري دلوقتي عشان هتبله. شفت الجو ده كده واحطها هنا فرخه واشيل كل ده. ده موضوع ان انا اخليها اشيل الجلده دي كده بالراحه اهو. لقيتيها مش ثابته في ايدك بتمسكها منديل وتطلع معاكي بسهوله. بيسحب كده الجلده بصراحه بالشياكه نخلص منها. الجلد ده طبعا هنرميه مش عايزينه. بتشوي فراخ ممكن بنفس الطريقه. شفت ازاي؟ كده انا هضمن ان التتبيله تخش جوه الفرخ. هتيجي تقولي لي بقى اغسلها؟ مش داعي تغسلها خالص. فرخه ايه على الشاشه زي الفل تتاكل وهي نيه. اهم حاجه عشان تطلع معاكي بالشكل ده تغسليها وهي سليمه. تغسليها بملح خشن، تغسليها بدقيق، تخلصي من الزفاره اللي فيها. وزي ما احنا شفنا مع بعض شلنا الجلد وخدنا السلسله بتاعتها حطيناها في الحله على النار بتستوي. هنا بقى لك الحريه، تعمليها تندوري ماشي، تعمليها مشوي ماشي، تعمليها بيكاتا ماشي، زي ما انت حابه. هي معانا كده زي الفل. صينيه بالبطاطس مفيش مشكله. هاخد البلانشه وبما تحتويه من فضلات الدجاجه واخلص منها. حلو الكلام؟ واحده واحده ونغير الجلافز بتاعنا كمان تمام. وتعالوا مع بعض نعمل تركيبه التندوري دي اللي تهمني يا عم الشيف. ولكن قبل ما نفكر نعمل تندوري لازم يكون عندك الفرن بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، ننظر نظره بس كده على الفرن لان لازم نحضره لعمل التندوري. بنجيب الصينيه بتاعه الفرن بنحط فوق منها الشبكه. ما عندكيش بنفس الشكل ده في شبكه مع صينيه بيتباعوا الاثنين مع بعض بالشكل ده كده. ادي الشبكه وتحت منها الصينيه. هنرص الفراخ التندوري على الشبكه علشان بتبقى طبعا فيها بهاريس كتير وبتستوي مع بعضيها. هو ده الموضوع. ادي الفراخ اهي جاهزه. تعالوا نعمل خلطه التندوري. زبادي، تركيبه من التوابل مع بعض واحده واحده كده. اللهم صل على النبي. عندنا بابريكا، شويه كمون، الكركم بتاعنا، جنزبيل، اللون الاحمر الحلو اهو. خلي بالك المعلقه لما تحط فيها اللون الاحمر ما تحطهاش في مكان ولا تحطها في ميه. يعني مثلا معلقه زي دي كده لو حطيتها دلوقتي في اي مكان هتلاقي مطبخك كله بقى لون احمر، تقف تنضفي في المطبخ طول النهار. خلي بالك فتحافظي على المعلقه اللي خدت اللون ده كده. ادي الزبادي اهو بتاع التندوري. عندي توم طازه. تاني انا عملت ايه يا شيف وحطيت ايه علشان الساده المشاهدين؟ تاني زبادي، توم، نقلب كده نشوف الدنيا واللون الاحمر الحلو مع التوابل المساله اللي هي عباره عن جنزبيل مطحون، هيل مطحون، قرنفل مطحون، جوزة الطيب. عايزاها سبايسي شويه احط شطه. شايفه اللون ده كده نظبط الملح بتاعنا واحنا مع بعض واحده واحده ملح كده نظبط زي الفل كده. الخلطه بتاعتنا وعصير الليمون ينزل عليها كمان. دي صحيه يا شيف مع بعض. اللي شايف غير كده يقول لي. احنا هنروح مع بعض فين؟ تليفونات على الشاشه. زبادي من اي سوبر ماركت، في منه الدايت وفي منه العادي، لك الحريه. بتجيبيه وتحطي التوابل اللي انا حطيتها مع زيت زيتون زي الفل. واشيل دول كده على جنب واقلب الخلطه الحلوه دي كده واحطها على الفراخ. المفروض ان احنا ندخلها الفرن بعد ما نحطها على الفراخ على طول يا شيف. يعني يفضل ان هي تتحط في الثلاجه ساعه زمن. الطعم طبعا هنا مختلف التتبيله دي كده مهمه جدا. زيت زيتون، عصير ليمون، التتبيله الحلوه اللي حضراتكم شفتوها، التوم والجنزبيل والبهارات بتاعتها. هننزل بقى دلوقتي على الفراخ. في تركايه بقى عايز اقول لك عليها بس في سرك. دي بتاعت المغازي وبس. سماهوس. ايه هي يا عم الشيف؟ الزبادي او اليوغت يعني عموما لما بيتعرض للنار او نحط على تتبيله الفراخ بعد وقت بتلاقيه برغل وشكل الفراخ عليها برغل كده رفيع عامل زي الايه؟ زي السكر الخشن او يعني مبرغل بشكله مش لطيف. دي حاجه. الحاجه الثانيه التتبيله بتنزل مع الفراخ. فانا عايز اثبت الموضوع ده كله ويبقى صدر الفرخه له شخصيه كده كبر قدامي والتتبيله جوه الانسجه بتاعه الفراخ وداخله مكان ما قطعت بالسكين. ايه التركايه؟ معلقه نشا للتوابل دي كلها.
هنقلبها مع بعض. معلقه النشا. حاضر يا فندم. اه بالتتبيله دي كده زي الفل. هنخلي المعلقه دي بعيد عني كده وناخد التتبيله دي يا عم الشيف. وننزل بقى كده على الفراخ. مكان ما انا فاتحها. حلو قوي. هي الخلطه دي ينفع نعمل بيها يا شيف حاجه غير الفراخ؟ اه سمك تندوري، اي نوع سمك، اي نوع سمك انت حباه. يفضل طبعا اللي ما فيهوش حسك، اللي هو الايه القشر الشوك يعني، يفضل يعني هامور، قاروص، دينيس، وقار، فيليه قشر بياض، وهكذا. شفت ازاي؟ وادخل كده التتبيله جوه الفراخ بالشكل ده كده. حلو قوي. انا هروح على الفرن دلوقتي واخد الفراخ دي كده زي ما هي وابدا ارصها على الايه على الشبكه بتاعه الفرن واحده واحده مع حضراتكم. اسحب كده الصينيه بره شويه واسحب الشبكه دي كده، وانا والمخرج والاساتذه المصورين حبايبي نرص التندوري في قلب الفرن اهو. لازم الطريقه دي كده زي ما هي كده اهو. ملاحظه حاجه؟ التتبيله نزلت على الصينيه، وده اللي انا عايزه. ونفس القصه اهو. ولازم تكون سخنه بالشكل ده كده اهو زي الفل. احتاجت صلصه وانا شغال احط عليها. ولازم تتحط على الشبكه كانك بتعملي شاورما. ادي قصه عمل التندوري. عشان كده بدات بيه الحلقه، لانه هياخد وقت كتير من الايه من الحلقه. نقفل الفرن وندخل دي كده. اللهم صل على النبي. شفت اشتغلت ازاي؟ حلو قوي. مع فرسان التلفزيون المصري، اساتذتي وحبايبي المصورين، ايه الحلاوه دي؟ التندوري، ايه الجمال ده؟ تسمح لي اطلعها لك سنه بره؟ عيني اهو. يا فندم، ايه الحلاوه دي؟ شفت الجمال؟ شفت القرمشه؟ شفت اللون الحلو؟ هتقع مني كده يا شفيق. العب. تعالوا نطلع الفراخ من النار او من الفرن يعني. اللهم صل على النبي. ايه الجمال والحلاوه دي؟ الاول نجهز البصله بتاعتنا. الدنيا عامله ايه هنا؟ بص على البصلايه دي كده وصلي على الحبيب. بصل ده بصل متقطع شرايح، حطينا عليه الزبادي او تتبيله التندوري، وتبلناه بكزبره خضراء. هتسيب الفراخ وتسيبي كل حاجه وتاكل البصل الحلوه دي كده، نسقيها محبه من الشوربه اللي عندي يا ويلي، ونسيبه مع النار كده. ونجهز طبق التقديم واحده واحده. فين طبق التقديم يا عم الشيف؟ هو ده. جنب الفراخ. اللهم صل على النبي. ناخد شفتوا في اجمل من كده؟ عبير بيسموها ايه في الاذاعه؟ عبر شاشه القناه الاولى والصوتيات والمرئيات، بنبلغ كل التهاني لكل اللي نجحوا في الثانويه العامه في الكليه. نطلع الفراخ. الله، ايه الحلاوه دي؟ بص على الفراخ بقى، بص على الفراخ كده. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لسه هغرفها دلوقتي حالا. زي الفل واحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. فرخه جبناها وزنها كيلو ونص للامانه، شلنا الجلد منها بعد ما قطعناها اربع ارباع عشان يبقى سهل التخلص من الجلد، وعملناها بطريقه صحيه. وعملنا فراخ تندوري بتتبيله المغازي. لازم تعملي التوابل بايدك انت يا ست الكل. حلو البسكويته اللي حيرانه ما بين العصير دي، حلوه انا بحبها وعلى فكره من زمان، وانا احب اغمس البسكويت بالشاي وبالحليب. حلو. وفي الاخر عملنا شويه الرز بالزعفران، شفناه عملناه ازاي، خدمنا عليه كويس، خدنا الشوربه بتاعه الفرخه، وخدنا الفليفر بتاع الشوربه، عملنا شويه رز حلوين. علشان ناكل الرز ده ما يبقاش هو رز اصفر وخلاص، وعملنا التندوري بالشكل اللي حضراتكم شفناه، وقدمناه مع الخلطه بتاعته اللي هي البصله. جبنا البصل قطعناه جوانح او جوليان، وبعدين نزل في طاسه شديده الحراره. الموضوع هنا مختلف، انا عايز البصل يبقى جوسي وفيه طعم، فحمرته واديته التتبيله بتاعته واساس الكزبره الخضراء. هتشوفوا الطعم الكزبره الخضراء في البصل ده بعدين،
وخدنا من الميه اللي بتغلي على النار، بقتش ميه هنا بقى، بقت بوكيه جرنيه شوربه لسه حتى بتغلي على النار، احتفظي بيها ونشرب البصل ده لغايه لما يستوي، لانه مش عايزه محمر. انا مش بعمل كشري او مش بعمل ايه مثلا اكله فيها بصله محمره زي البرياني او المندي. وفي الاخر برص عليه التندوري كده بالشكل الحلو عشان يبقى فيه تناسق مع الليمون الجميل الحلو والعصير الحلو اللي بهديه لطلبه الثانويه العامه اللي ربنا كرمهم ونجحوا ان شاء الله، بهنيكم تاني النهارده. وطبعا اللي ما صادفوش الحظ وما وفقوش الحظ، تاكد ان ده خير لك باذن الله وخير ليكي، هتنجحي السنه الجايه ان شاء الله ونفرح بيكي ونهنيكي. تابعوا الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين؟ من ماسبيرو.